اليوم كتواجدوا معنا في مدرسة السبيل، كنقوموا بتوزيع 1000 فطور. هاد العملية قمنا بها العام اللي فات، وهاد العام لا نوفيل اللي كاينة سيكو طلعنا لوبجيكتيف ديالنا 3000 فطور وسحور إن شاء الله، زائد القفاف الرمضانية اللي وصلنا لأكثر من 100 قفة رمضانية. والان كنقوموا بهذا التوزيع هذا للناس اللي هما محتاجين، يعني كنمشيو الاحياء كنسيب لهم احياء واماكن جديده واللي غادي يكونوا فيها ناس فريمون محتاجين لينا ومحتاجين لهذا الفطور هذا. كذلك كنشكر الناس ديال الاعضاء ديال جمعيه رحله الشباب اللي كيجيو عندنا حتى هما وكيخدموا معنا لا في التحضير ولا في التوزيع، وناس اللي كيجيو محسنين الله يجازيهم بالخير، والله يتقبل منا صالح الاعمال وان شاء الله يجعل لنا هذا الشيء في ميزان الحسنات يا ربي. هذا العام لوبجيكتيف ديالنا طلعناه العام اللي فات اللي هو 3000 فطور ان شاء الله، وغنسيبلو اماكن جديده. اولا غادي نبداو بالمستشفيات ديال الدوله، غنبداو بهم هما الاولين، ومن بعد ذلك غادي ندوزو للاماكن والاحياء الشعبيه اللي محتاجين فيها الناس، كيف فيها ناس متشردين وناس محتاجه اننا نعاونها ونعطيوها هذاك الفطور. صراحة اليوم شاركت بصفتي متطوعة مع جمعية رحلة الشباب، بغيت نشكرهم على المجهودات الكبيرة اللي داروا، وبغيت نقول لكم باللي خير الناس أنفعهم للناس. أنا صراحة كنطوع بعض المرات، راه كنشارك كلشي في انستغرام، ولكن مع رحلة الشباب كانت تجربة صراحة زوينة وجديدة. عجبني الأجواء، كيفاش كيخدموا من قلبهم، كيفاش دوك القفات يعني كيتعاونوا، هذا الشيء اللي عجبني بزاف الجمعية. اليوم كنتواجدوا في الأسبوع الثاني ديال إفطار صائم، فطورنا واحد. هذه البادرة اللي كنديروها تقريبا بشكل سنوي من اجل افطار الصائم، وكما كنعرفوا ان الاجر ديال افطار الصائم بحال الاجر ديال الصائم، فهاد البادرة الحمد لله لقات استحسان ديال الناس ولقات استحسان ديال المحسنين اللي كيساعدونا، كنبغيو نشكرهم من هذا المنبر هذا، وكنشكروا الناس اللي كيدعمونا في جميع الانشطه اللي كتنظم الجمعيه، سواء افطار صائم، سواء قفه رمضان، سواء في العيد يعني الخرفان ديال العيد. فكنتمنى التوفيق للجمعيه وكنتمنى الناس يزيدوا يدعمونا. بالنسبه لجمعيه رحله الشباب، هي رحله الشباب كتعبر على اننا احنا كنا شباب متطوعين كنحاولوا نديروا هذه الاعمال الخيريه، كنحاول هي كتفرحنا احنا اكثر زعما من هذوك الناس اللي كنقدموا لهم مساعده. فمن خلالنا كنبغيو نوصلوا واحد الرساله للشباب انهم يحاولوا يشاركوا في هذه الاعمال هذه، ونبنيوا واحد الجيل اللي هو كيمد اليد الخير للاخوان ديالو والناس اللي محتاجه. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.